كشفت مجموعة دوكاب خلال فعالية خاصة نظمتها المجموعة بالتعاون مع مجلة ميد في مركز دبي المال العالمي اليوم عن مشروع بليد، المصنع الذكي المتطور القائم على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة الصناعية 4.0، والذي يعتمد في مكوناته الرئيسية على الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من نمو الناتج المحلي للقطاع الصناعي في الدولة. مشروع بليد اللي أطلقت الدوكاب يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300 Billion، ويتماشى أيضا مع برنامج التحول التكنولوجي اللي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واللي يهدف إلى إطلاق 1000 مشروع تبني تكنولوجيا متقدمة. وطبعا دوكاب رائدة في مجال صناعة الكابلات الكهربائية، ومشروع مثل مشروع بليد مثال لصناعة الكابلات ولكل الصناعات الإماراتية في المرحلة القادمة، وأهمية تبني التكنولوجيا المتقدمة. طبعا تبني التكنولوجيا المتقدمة لدوكاب وغيرها بيدعم زيادة جودة المنتجات الإماراتية، بيدعم تقليل التكلفة، زيادة تنافسية المنتجات، وأيضا بيدعم تقليل الانبعاثات الكربونية، ويدعم مجال الاستدامة ومجال سيركلر إيكونومي. وتضمن حفل الإطلاق عرضا تقديميا حول مسيرة دوكاب في الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى حلقة نقاش وجلسة أسئلة وأجوبة حول المزايا الرئيسية التي يوفرها مشروع بليد لعملاء دوكاب، كما سلط الضوء على جوانب صيانة مصانع دوكاب في الدولة التي تتوافق مع أعلى المعايير باستخدام إنترنت الأشياء الصناعي، ذلك لضمان استمرارية إنتاجها. ويسهم هذا المشروع في تعزيز مكانة دوكاب كأول مزود لحلول الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، عبر تبني ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف العمليات التشغيلية.